أتمنى كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم راح نتكلم عن my favorites. هذا الفيديو صورته، هذه ثاني مرة أصوره، المرة الأولى صورته وهي كان وايد تعبان، وكتب صورته آخر اليوم فمكاجي كان رايح، فما كنت ودي أطلع لكم هذا الشكل التعبان، فقررت أن أنا أسويه بيوم أكون مرتاحة عشان الطاقة الجميلة توصل لكم. أول شيء نبدي بالسكين كير. أنا هاليومين حابة بالزيوت، مو بس أنا، كل الماركات قاعدين ينزلون زيوت حق الوجه. أنا قبل وجهي كان وايد أتحسس من الزيوت، لكن صرت أعرف شنو الزيوت اللي أستخدمها حق وجهي عشان ما يتحسس منها. ففي 2 oils حبيتهم وقاعد أستخدمهم الحين وجهي ما قاعد أتحسس منهم. واحد اللي هو كلارنس لوتس فيس تريتمنت اويل، من اويلي تو اويلي، من اويلي تو كومبينيشن سكن، اينن وايد حلو، وايد احبه، تكلمت عنه 1000 مره اون سناب شات وان انستغرام حتى شوفوا. انا يعني مو ستايلي اخلص اويل هالكثر، تقريبا 3 ارباع رايح، معناته انه هو وايد زين. هذا يا احطه بروحه يا اخلطه مع المرطب اذا كنت قاعده بالبيت. ما احطه قبل الميك اب لان ساعات في فاونديشنز ما يتقبلون ان ينحطون بعد اويلز، فيحط يسوي لكم نفس بقع بوجهكم مو متغطيه لان يصير مضاد حق الاويل، الاويل يسوي نفس طبقه، فما احطه قبل الميك اب. حطيته كم مره وحسيت انه وجهي لا ما تقبل الفاونديشن، فقمت احطه during the day اذا قاعده بالبيت مو حاطه ميك اب، احطه على وجهي او مثلا قبل لا انام اخلطه مع المرطب عشان يعطيني تغطيه اكبر. فهذا وايد انصح فيه وايد احبه. ثاني اويل شفت كل البلوجرز الاجانب يتكلمون عنه اللي هو لونه sleeping night oil. لونه مو موجود، هو موجود بسيفورا بس مو موجود بسيفورا الكويت ولا دبي، فنطرت اروح امريكا وخذيته ووايد وايد حبيته. هو اويل تحطين تقريبا 5 نقط على ايدك بعدين تسوين كذي وتبدين تحطين الاويل. اي اويل تاخذونه حطوه بايدكم، حطوه قطرات بايدكم، دفوا بإيدكم بهذه الطريقة، بعدين ابدأوا طبطبوا على الوجه لبرا بهذه الطريقة عشان الوجه يمتصه. لونه نفس الشيء، هذا أحطه بالليل قبل لا أنام، حتى خذيته حق دكتوري دكتورة عليا، دكتورة الجلد اللي أعالج عندها وجهي، قلت لها شايج أستخدمه ولا لا، لأن أنا دائما أي شيء يجيني منتج جديد سواء يعني من شركة أو أنا شريته دائما أخذه معي قبل لا أستخدمه حق دكتورتي. قالت لي إيه وايد زين استخدمي، حتى كانت معطيتني دواء طبي في نفس المكونات، فقالت لي بما أن عندك الأويل استخدمي الأويل، بس قالت لي لا تستخدمينه كل يوم، استخدمي مرتين بالأسبوع أحسن لأنه وايد انتنس، بس هذا جدا 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 يحل البشرة ويعطيها نظارة وتحسين أنه وجهك مرتاح. ننتقل حق الميك اب، راح أتكلم عن فاونديشن أنا أوريدي متكلمة عنه من قبل لكن راح أعيد حبي له وراح أكرر حبي له لأني وايد أحبه وقاعد أستخدمه وايد هالأيام، اللي هو Born This Way من Too Faced. أحبه أحبه أحبه. ليش أحبه؟ لأنه خفيف على البشرة، تغطيته وايد حلوة، تغطيته ميديوم إلى فل، أنا قمت أحط ميديوم الحين لأني أولادي قاعد أخذ روكتان والحمد لله بشرتي قاعد تتحسن فما أحتاج الفول كبر. وإن شاء الله راح أسوي لكم فيديو عن طريقة توزيع فاونديشني، قاعد أوزع فاونديشني بطريقة أخف، فراح أسوي لكم إن شاء الله فيديو بس أرجع من السفر. فBorn This Way يعني الكل يسألني شنو الفاونديشن اللي حاطته، وشكله وايد ناتشرال وخفيف ويعطيكم تغطية بس تغطيته وايد حلوة، وحسب انت يعني كل ما بنيتيه ينبني بس مهما حطيتي تحسينه خفيف على وجهك، فوايد احبه. قمشت درجتي، كنت احط ايفري الحين قمشتها قاعد احط ناتشرال بيج، فجربوا ما راح تخسروا. كونسيلر وايد تكلمت عنه بسناب شات لكن راح أعيد حبي لهني باليوتيوب عشان يظل، عشان تعرفون إن هذا الكونسيلر يعني أحلى كونسيلر بالحياة.
إذا مجربين ماك برولونج وير، هو كان عندي أحلى كونسيلر بالحياة إلى الحين، لأنه ثقيل تغطيته ممتازة، يغطي حيل وأحبه. بس هذا استبدل برولونج وير لأنه من ميبلين، لأنه تغطيته وايد حلوة ويغطي وبنفس الوقت يعطي نور حتى تحت العين. هذا من ميبلين اسمه ايج ريوايند، عجيب عجيب عجيب. ريزر دارك سيركلز، صج صج يمسح الهالات السوداء. انا احط فير كلير، هو وايد فاتح بس انا بالنسبه لي حق تحت عيني يعطيني اضاءه مو طبيعيه، مع ان الباودر اللي احطه على وجهي شويه غامج، حتى لو هذا يعطيني تغطية وايد حلوة وإضاءة وايد حلوة. بما أننا ذكرنا الكونتورينج، أبي أذكر لكم أحلى باليت كونتور قاعدة أستخدمها تقريبا صار لي سنة تقريبا من رحت أمريكا أول مرة. هذا اللوك النهائي تقريبا كل شيء. هذول الاثنين اكثر شيء استخدمهم، اللي هو الكونتورينج والهايلايتينج اكثر شيء استخدمهم. هذا علبه كونتور من لوراك، اطلبه اونلاين، مو موجود بالكويت ما اعتقد، بس الكونتور مالهم خيالي، وايضا الهايلايت، حتى الهايلايت ينن تحسونه وايد باودري ووايد سهل انك انت تسوي له بلندينج، وبس وايد حلو. انا حبيته في عدة اشياء، بس انا اللي استخدمها اللي هو الكونتور والهايلايت بس. في هايلايتنج اللي فيه لمعة ما استخدمه وايد، استخدم اليلو هايلايتنج والميديوم كونتور، وايد حلو انصحكم فيه. صك على انستازيا وصك على كات فون دي، انا كات فون دي وايد سمعت عنه حكي بس ما حبيته. هذا وايد 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 احلى. أنستازيا دزت لي مجموعة من الميك اب الجديد اللي هنا نزلته، من الأشياء الجديدة اللي نزلتهم ألوان جديدة حق الآي شادوز وألوان جديدة حق الحمر والجلوسز. بقول لكم عن الفيفورتس ملوتي في هذه المجموعة من الآي شادوز. أنا آي شادوز أنستازيا بيفرلي هيلز عشق عشق لا ينتهي، يعني من أكثر الباليتس اللي استخدمهم بحياتي، وعادي اسافر بس بهذا الباليت واسوي فيها 100,000 لوك، اللي هي امريزي باليت. الالوان مالتها تينن، امريزي هي كانت ليميتد اديشن بس الالوان اللي فيها كانت وايد حلوه، والتكستشر مال اي شادوز انستازيا بيفرلي هيلز خيالي. فمن الكولكشن الجديد اللي دزت فيها راح اقول لكم ماي فيفورتس اللي قاعد استخدمه وايد، اللي هو هذا لونه اورنج بس شويه ديب، اسمه راح يطلع على الشاشه، اسمه بليزنج، وايد حلو وايد. ايضا من الشادوات اللي حيل حبيتهم سويت لكم بالانستغرام بهذول الشادوين اللي هم من لوراك، سوفت بينك و اسي ما ادري، المهم سوفت بينك هذا وايد حلو. هذول الالوان، هذا ابيض مايل على بينك بيبي بينك، وهذا لونه عنابي، اموت على اللون العنابي حق الشادوز بالعين. شوفوا شلون يطلع اللون، جدا ثقيل ومن اول شخطة حيل ثقيل. ايضا هابة بحمرتين من توم فورد، واحد اسمه بي رقمه 2. هذا اللون لما تحطون دراماتيك اي، لما تحطون دراماتيك لوك على العين، راح يطلع ينن عليكم وايد وايد وايد. قاعد احطه على انستغرام، فاذا مسوي لي فولو بالانستغرام وايد راح تشوفوني ان انا قاعد احطه. لونه يعقد. ايضا من توم فورد قاعد احط لون اسمه بوسيكات نمبر 4. هذا اللون وايد حلو واحسه يومي وناعم، حيل ناعم، يعني اذا حطيتي ايلاينر بس مع هذا بيرفكت سوفت لوك احس.
بتكلم عن فرشتين دشوا بحياتي وحسيت ان مكياجي وايد تحسن. اذا متابعيني بالسناب شات راح تشوفون ان مكياجي شويه تطور. الفاونديشن غيرت الروتين شلون اوزعه، حواجبي غيرت شلون توزيعهم، المواد اللي البرودكت اللي استخدمه حق حواجبي تغيروا، قاعد اجرب منتجات جديده اكثر، صار عندي نفس الجرأة اكبر ان انا اجرب منتجات اكثر كل يوم. فكل ما لقيت فرشه دقيقه وتعطيني الشيء اللي انا ابيه بشكل جدا دقيق، كل ما مكياجي يطلع بيرفكت اكثر. فاكتشفت هذول الثنتين. هذه الفرشه من The Balm، شيء مو طبيعي مو طبيعي، يعني هذه لازم تكون عندكم لانها راح تغير مكياجكم 180 درجه. هذا المكان او هذا الريشه استخدمها حق الكريس، اذا تبون توزعون شيء بس على كسره العين، ما تبون تشيلويا ويطلع الاي شادو للحاجب. اعرف هذه فرشه البلندنج ساعات تشتغل وتوصل الاي شادو للحاجب، وانا ما احب كذي، ابي الاي شادو يكون مرتب اكثر، موجود بس بالكريس او بس بكسره الجفن. هذه ممتازه حق كسره الجفن والبلندنج اللي مساحته صغيره. الفرشه الثانيه هذه احب اوزع على، تعرفون الثلاث ارباع اللي هني، تبون بس توزعون هني وتبون تسوون بلندنج جدا جدا خفيف، فايضا هذه تنفع حق اذا تبون توزعون او تبنون على الاي شادو، خصوصا اذا كان على الادج او الثلث الاخير من العين. ثاني فرشة هذه من بوبي براون، طبعا راح يطلعون اسماءهم على الشاشة. هذه يعني اذا قاعد تشوفوني ما قاعد احط وايد اي لاينر بمكياجي، لان هذه طلعت بحياتي. بوبي براون العادة يدزولي بوكس في وايد منتجات لهم، وانا نوعي ما اهتم حق الفرش لما توصلني، لان انا اوريدي عندي سيجما وعندي فرش اللي انا عندي يعني اللي احبهم ودائما استخدمهم. بس لما شفت هذه، تعرفون لما تبون تحطون خط موه اي شادو او اي لاينر على الجفن، بس اي لاينر موه مثلا او اي شادو مكان الاي لاينر مستبونه موه، بس عشان يحدد العين ويعطي العين دبث اكثر عمق اكثر، هذه ممتازة. هذا الصوب الاسود هذه دائما احدد فيها اذا بحط اي شادو على خط الاي لاينر واموها، او اذا احط اي لاينر واموها ايضا اموها بهذه، مو طبيعية. وهذه الصفرة اذا ابي انظف فوق الاي لاينر اللي انا مسويته، اذا طلعت اذا اشتطيت شويه وصعد شويه اقدر ان انا انظف بهذه، احط الاي شادو الفاتح. اكيد راح اسوي لكم لوك فيها، وراح تشوفون ايش كثر هي تساعد في نظافه المكياج وتعطيكم وظيفه معينه وتخلي مكياجكم اجمل. اوكي بس ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو. اذا حبيتوا الفيديو سووا لايك، اذا عندكم اي اقتراح كومنت او استفسار كتبوه بالبلوج او بالانستغرام، لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم ايميل كل شيء جديد ينزل القناه. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه، باي باي.